هل يجوز الرجوع في البيع قبل التسليم مع أن الطرفين اتفق وكتب العقد؟ إذا كان في مجلس البيع جاز الانفضاض دون إمضاء البيع. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني فإذا تفرقا سقط الخيار، إلا إذا اتفق على أن كلا بالخيار مدة، فالمؤمنون عند شروطهم.